بالنسبة لي شخصيا فريدة جدا، لأنه أن أكون إلى جانب شاعر متميز جدا وصديق عميق مثل عايد سعيد، هذه لحظة بالفعل يمكن أن نقول انتظروها عمر بكامله. سعيد بطبيعة الحال هو صديق قدري، ارتبطنا يعني قدري وقدره لا في المهنة ولا في الكتابة، ولكن قبل كل ذلك في الشبيبة الاتحادية كمدرسة نضالية وأيضا في مجال الصحافة في الكتابة الإبداعية. وبالتالي كان أعتبر أنه كان دائما هناك تواشج إنساني سابق على التواشج الأدبي. كان كل واحد منا قارته وبلغته الفرنسية وأنا باللغة العربية، وأحيانا كان هناك تواشجات ينتقل هو إلى العربية وتنتقل أحيانا أنا أيضا الفرنسية. أعتقد أنه هو محاور دائم لي حتى في غيابه، وطبعا الحال كيكون الحوار أيضا الأدبي والإبداعي تكملة لحوار إنساني. من هذا يا سعيد يا عهد نحتفي هذا المساء بالديوان الشعري الرابع للشاعر والإعلامي والفاعل السياسي عبد الحميد الجمعري. جاءوا لنقص في السماء، هو كما قلت ديوانه الشهري الرابع، ولحسن حظنا أن عبد الحميد ينزع عنه قبعة الكاتب الإعلامي وقبعة الفاعل السياسي ليمنحنا فسحة شعرية. والشعر عبد الحميد يعتبر أساسيا في ديوان الشعر المغربي المعاصر. جاءوا لنقص في السماء ملحمة عن الانهيار، ملحمة وتأمل فلسفي وصوفي في تراجيديا الكائن الإنساني والإنسانية برمتها.